طبعا يعني منذ الساعة الثانية بدأت أو منذ الساعة 11 صباحا بدأنا بمرافقة كوادر الدفاع المدني طبعا وأيضا المتبرعين من أصحاب الزوارق المتواجدين في نهر دجلة. طبعا حاليا العبارة وصلت إلى الضفة وتم إخلاءها من وسط النهر ولكن بصعوبة كبيرة جدا، استكمالا لما بدأت به فرق الدفاع المدني فرق الإنقاذ تحديدا في البحث والإنقاذ منذ ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم. استأنفنا عمليات البحث والإنقاذ لكن حقيقة ارتئينا بهذا اليوم أن نقوم بانتشال العبارة من نهر دجلة. طبعا اللي انجرفت بالموجات نهر دجلة وصلت إلى منتصف منطقة الغابات في وسط نهر دجلة، فارتئينا أن ننتشلها من النهر لما تمثله من منظر مؤلم للناس. فتمكننا الحمد لله اليوم بجهود فرقنا من فرق الإنقاذ وكذلك بإسناد مباشر من النجدة النهرية والغواصين والجهد المدني اللي ما فارقنا منذ ساعات الصباح الباكر، وشاركنا بالمعدات الثقيلة ولولا هاي المعدات لم استطاعت فرقنا أنه تنتشل هذه العبارة، كذلك جهد بلديات محافظة نينوى ما ننسى. فالحمد لله تمكننا من انتشالها، كذلك من المحتمل أنه يعني تحت هذه العبارة ممكن أن تظهر أحد جثث المواطنين المفقودين. الحصيلة لحد هذا اليوم من الجثث اللي تم انتشالها من قبل فرق إنقاذ الدفاع المدني بلغ 97 جثة، والحمد لله تمكنت الفرق كذلك من إنقاذ 33 مواطن هم على قيد الحياة، تم إجراء لهم الإسعافات الأولية وغادروا إلى منازلهم بأمان. طبعا المسألة كلش صعبة وكبيرة لأن أولا نهر دجلة مستوى المي بمرتفع، والطوافة أو العبارة هي عبارة عن كتلة حديد وثقيلة جدا، وهي منقلبة على الجهة الثانية، لقينا صعوبة كبيرة بها ولكن الحمد لله بجهود أخواننا من الدفاع المدني والنجدة النهرية والمتبرعين من أخواننا أصحاب الآليات التخصصية ومديرية بلديات نينوى ساهمت بشكل كبير في إنجاح هذه العملية، والحمد لله وصلت العبارة الآن إلى الساحل، وننتظر الحكومة المحلية والحكومة المركزية في بيان سبب أو عطب هذه العبارة التي أودت بحياة كثير من المواطنين في محافظة نينوى. طبعا هذا كان توجيه من الأستاذ عبد القادر الدخيل مدير بلديات نينوى، لم يكن حاضرا في الموقع ولكن نحن بدلاء عنه مجموعة أو جروب بلديات نينوى متواجد منذ الصباح الباكر هنا، وإن شاء الله سنكون سباقين في أي عمل يتطلب سواء كان عمل يعني خدمي أو عمل إنساني أو عمل تضحوي في سبيل محافظة نينوى. الحقيقة شاركنا منذ الصباح الباكر مع أخواننا في النجدة النهرية وشرطة النجدة وكادر مديرية البلديات بإسنادهم بآليات ثقيلة بلدوزر عملاق من أجل سحب العبارة الجانحة في وسط نهر دجلة من أجل التأكد من عدم وجود جثث داخلها أو لا، والحمد لله استطعنا بعد هذا العمل المتواصل منذ الصباح ولحد هذه الساعة أن نوصل العبارة إلى شاطئ النهر، وإحنا ندعو من خلالكم أيضا كل الأخوة بأن يتبرعوا ويساعدوا إخوانهم اللي لا زالت جثثهم مفقودة لحد الآن في نهر دجلة، وأدعو أيضا من خلال قناتكم قناة الموصلية السيد رئيس الوزراء بأن يخلصنا من الفاسدين في محافظة نينوى، من مجلس المحافظة والمحافظ وكل مدراء المشاريع الفاسدين والموالين للفاسدين.